طب ده يا كابتن هشام يودينا برضو النقطه ان التحفظ وانت بتقابل المنتخبات ده مش عيب انك تتحفظ قدامه بالزبط. لكن برضو التحفظ لازم يبقى لانيابه، يعني انت برضو تتحفظ لكن تعرف ازاي تخطف الماتش. ده اللي عمله منتخب تونس، احنا ما عملناش كده قدام نيجيريا، احنا تحفظنا اكتر من اللازم بس ما عرفناش نروح. بص انا هقول لك على حاجه مهمه جدا، انا بقول ده عشان بس ماتش كوت ديفوار، انت ممكن تبقى متحفظ قدام كوت ديفوار ده مش عيب بالظبط، لان عندهم أكيد. نجوم وعندهم قوه وسرعات عندها امكانيات طبعا وعندها عاليه جدا برضو نفس الدور اللي بيقوم بيه. كسبانين الجزائر 3-1 اخر مباراه، عاملين ماتش عالي جدا، عاملوا ماتش عالي حلو جدا، هم معنويا كمان عاليين جدا اكيد. مصر احنا يعني عايز اقول ايه، احنا عندنا لوغاريتم غريبه قوي في الـ في الـ في, في السياسه، في سياسه حتى المنتخب. النهارده انا مستر كروش مختار لعيبه وبيتهيأ لي كده وهو بيشتغل، فاهم ان مثلا ممكن فلان يلعب بمركز اخر، يعني تركيزه كل اللعيبه تعرف تلعب في مراكز ثانيه، مراكز ثانيه، وده اللي مش موجود في الفريق. بس ما عندناش الانطباع ده. اخر ماتشين بدا يظبط، شوف ماتش غينيا ثم السودان بدا يظبط، عشان كده يعني افضل. ما لازم يثبت لان لعيبتك ما عندهاش ثقافه تغيير المراكز. ما تعودناش على الاسلوب ده، ما تعودناش ان احنا تلاقي في الدوري العام مثلا تيجي تجيب مثلا شاكابالا وتلعبه باك ليفت مثلا، او تجيب فلان تيجي وتلعبه في الحته اللي هي الا للضروره الاصابات بتاعه كورونا او الحاجات ما بتيجي بيحصل مثلا. ممكن يعني عبد الشاب امبارح بيلعب باك سيد باك في ماتش ده المحل حصل نتيجة مش مطلوبة يعني. بس بصراحة يعني في ماتش الزمالك والمحلة الموضوع أفهر يعني إيه المشكلة؟ الزمالك خسر ماتش يعني في الآخر بطولة ودية وبتجرب فيها وممكن تبقى في الداي أوف يعني وارد يعني. لا بص البطولة الزمالك لعب، هقول لك على حاجة، لما تيجي تجيب لعيبة من الدولاب عليها تراب استحاله انك انت تيجي النهارده تطلب منها انها تأدي لك مباريات بنفس المستوى. فرقه المحله فريق جاهز وكامل، انت كسبته بيلعب مع بعضه طول السنه، بيلعب طول الماتشات، فانت الدوري بتاعك لما بتلعبه بتكسبه 1-0 2-1 يعني انت فاهم. الزمالك خسر منه السنه اللي فاتت بالظبط، لكن انت النهارده المجموعه دي بقى لها كتير، مين فيهم بقى له مشارك اكتر من خلاص ده حتى شيكابالا اللي نزل وعمل ده بعد 148 يوم ولا 142 يوم. شيكابالا غايب بقى له دلوقتي بتكلم في 4 أو 5 أشهر بالظبط. فلما تيجي ترجع النهارده مستوى، عايز تجيب لعيبه من الدولاب وما بيلعبوش، وبعد كده خلي بالك بيمر بمرحله اللعيب اللي هو مرحله نمره واحد عدم الاهتمام في التدريب. فطبعا لما تيجي تبص تلاقي واحد زي روق او واحد زي عزيز، واحد زي محمد مثلا، زي اسلام جابر، زي الناس اللي ما بتلعبش، اسلام جابر وكلام من ده، طيب ما هم محطوطين في الدولاب ما بيلعبوش ماتشات حبيه حتى يعني، حتى المواجهات اللي هي مفروض بعاد طول الوقت. عندك مين المدرب اللي بيقوم بدور رفع درجة الحماس عند اللعيب اللي خارج القايمة خالص؟ ما كانش موجود يمكن مؤخرا بدأ. احنا كنا بنعملها ايام فنجادة يعني، ايام فنجادة كنت في الجهاز بتاعه، لما كنت ماسك في الجهاز معاه كنت بضطر ان انا اتعامل مع اللعيبة اللي بره القايمة خالص انت فاهم، ومرنها لوحديها وتشتغل معاه على انه يستعد انه ممكن يخش القايمة، وكان بيحصل يعني وكان بيحصل. لكن كسبت الدوري السنة دي، كسبتوا الدوري في السنة، اخذنا الدوري وكسبنا 2004. اخذنا بطولة العربية، اخذنا 3 بطولات مع فنجادة. فعايز اقول ان اعدادك للعيبة كان في بس كان في افوره في رد الفعل سواء من الادارة، إدارة النادي خصم 250 ألف جنيه للعيبة معروضة للبيع. ما أنت النهاردة تخصم منه ليه وأنت جايب واحد النهاردة يعني بقاله مدة ما بيلعبش؟ وحتى يا كابتن يعني أنا حتى لو أنت عايز تاخد قرارات، ما في حاجة اسمها غرف مغلقة في كرة القدم، وفي حاجة اسمها قاعة تقعد مع اللعيبة فيها تعاتبها وتلومها، خد القرارات اللي أنت عايزها بس مش على العلن كده. ما دي سياسة، مفروض إن سياسة الناس اللي بتكون فاهمة كورة. اللعيب الكوره ده عامل زي الحصان يعني انت فاهم، ما ينفعش انك انت تمسك تهمده طول الوقت تقعد تهمد فيه، لو همد مش هيديك. انت النهارده لازم تخلي الحصان بتاعك واقف على رجل مهما كان حصل، وقع مش قادر بالكلام من ده، لازم افضل محافظ على. حتى لو انا عايز اتكلم مع لاعب او اوجه له حاجه بعنف في الاوضه او في حته مقفوله ومحدش يعلم بيها، تمام،
ده سيستم 200%. انت تعلم ان كان كابتن الجوهري كان بيمسكنا ويقطعنا جوه الاوضه ولا حد يعرف. ولا حد يعرف. مظبوط. محدش يعرف المعلومات دي خالص جوه الفريق. فاحنا عايزين نقول ان اللعيبه بتاعتنا في مصر علشان نبقى ما نروحش من افريقيا للزمان، احنا لعبتنا مش يعني انت مثلا ايه عندك تجهيز ل 12 13 14 لعيب الموجودين في منتخب مصر، فين الباقي؟ مين مكان مين؟ مصطفى محمد مين الاحتياطي بتاعه؟ النهارده مين مفترض شريف بس مش ما بيجهزش. شريف اصلا يعني وضعه الراجل مش مقتنع بيه اصلا ناحيه الشمال او اليمين. مش مقتنع. النهارده اكرم اصيب، مين الاحتياطي؟ عمر كمان مش عمر بكر مش بكرايت مش بكرايت يعني مع هاف رايت بالظبط. النهارده السرد باك جايب واحد يعني النهارده بعد ما اصيب مثلا بولان جاب عبد المنعم لسه كان خبرات قليله فده حطيته بالظبط عشان تحط خبراته ايه في افريقيا ما يقدرش يديك النتيجه اللي انت عايزها. فبيحصل جوه الملعب نوع من انواع عدم الـ 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 مش هتلاقي اللعيبه هيديك نفس الكفاءه بتاعت لعيب. انا ممكن ابقى نازل الملعب ومربوك واقع ركبي بتخبط انا لسه هلعب والناس بصالي.